نتواصل معكم مشاهدينا وفقرة حوارية جديدة. بالأمس تحدثنا حول الجرائم الإلكترونية الخاصة والقوانين المعمول بها في تنظيم العلاقات بين المتواصلين اجتماعيا، والتعقيب على هذا الموضوع اليوم نلتقي مع الأستاذة المحامية أبرار الصالح، ونتكلم اليوم عن الكثير من المواضيع. لكن بلا تويش، مساء الخير، حياك الله عندنا. الله يحييك ويسلمك أستاذة غادة. أستاذ المنيز تكلم عن الجرائم الإلكترونية كثيرة ومتنوعة، ناخذ نمحة عليها بسيطة أو نمر عليها، بعدين نتكلم عن قانون الجرائم الإلكترونية بالتفاصيل. الجرائم الإلكترونية ظلت سنوات طويلة الناس تعتقد أن هي مجرد سب وقذف يتم في تويتر، صحيح، أو أنها بعد ما طلع الإنستغرام أنها صارت مثلا نوع من التشهير في البعض مثلا أو تركيب مقاطع أو غيرها. ومن زمان وإحنا يعني كمحامين كنا إحنا نطالب أن إحنا نكون أسوأ في دول عربية كثيرة ودول خليجية، سبقتنا في تشريع قانون للجرائم الإلكترونية، وكنا ننادي في أن الجرائم الإلكترونية اليوم من الصعب أن أنا أخذ قانون الأماكن العامة وأطبقها فقط على تويتر، لأن صحيح. في جرائم ثانية ممكن هي تكون موجودة، عارف النوع هذا في المرتبط الجرائم في تقنية المعلومات وشبكة الإنترنت دائما في تطور مستمر، كل ما تطورت الوسيله تتطور الجريمه ايضا صحيح. معاها، فيبتدعون انواع جديده من الجرائم. وطبعا الجرائم هي اكبر من ان احنا نحصرها الالكترونيه في انها تتم بس في حدود وسائل التواصل الاجتماعي، انا ممكن ارتكب جرائم كثيره من خلال الشبكه المعلوماتيه، وكان احنا ما في قانون فاحنا نضطر ناخذ من قانون الجزاء مواد مختلفة ما فيها التطبيق الصحيح لو جينا نطبقها على الجرائم الإلكترونية، وكنا نضطر أن إحنا نطبقها عليها، فكان في الكثير من الناس اللي ترتكب هالنوع من الجرائم تفلت من العقاب بالفعل. اليوم إذا إحنا نبي نقول الجرائم الإلكترونية هي أبدا غير محصورة على نفس ما ذكرت لك وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، أحيانا ممكن يكون أنا عندي غسيل للأموال يتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي صحيح. أو عموما أي شيء في كمبيوتر، تلفون محمول، لابتوب، أي كان يعني. أيضا ممكن يكون عندي في التجار بالبشر، تحريض على فسق وفجور، ممكن يكون في حتى تمويل الإرهاب يتم أيضا عن طريق استخدام شبكة الإنترنت. ممكن يتم عندي الهكرز، في السابق كان دوري لي قانون قبل عندنا ممكن أنه هو يمشي على الهكرز، مجرد ما أني أنا ممكن أخترق بيانات غيري أطلع عليها، وإذا اطلعت عليها شيء ولما أستخدمها أو أحرف فيها بفهم. هذا أمر آخر صحيح. أيضا في الكثير من العلاقات التجارية اليوم تطورت وأصبحت التجارة بشكل دولي أكثر مع تقدم الإنترنت، فأصبح في شيء اسمه توقيع إلكتروني، أصبح في تبادل في المستندات وغيرها، ممكن يتم أيضا عندنا تزويرات أنها تتم عن طريق الإيميل أو أيضا عن طريق استخدام شبكة المعلومات. بالفعل أستاذ المني يتكلم عن يعني هذا القانون في الكويت موجود، لكنه قد يحتاج بعد التطبيق أو التفعيل حتى يأخذ مجرى في تنفيذ العقوبات. مؤخرا سلطنة عمان كانت هي الدولة الأولى في الخليج التي أقامت قانون الجرائم الإلكترونية ونفذته وطبقته، ثم تبعتها الإمارات العربية المتحدة، وحاليا الكويت تفعله. برأيك احنا في الكويت شو نحتاج حتى نفعله بشكل مضمون والناس تعرف ان عندنا قانون يحكم الجميع؟ طبعا انا اشيد بدور المباحث الإلكترونية لان لهم حساب في لتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلاله قاعدين يحاولون يعرضون بعض المعلومات اللي يحذرون فيها الناس ويوعونهم ويبينون لهم شنو عقوبة بعض الأفعال اللي هم ممكن يقومون فيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لأن أحيانا البعض ممكن يرتكب جريمة وهو ما عنده علم أن هذه تشكل جريمة صحيح. وطبعا القانون إذا هو تذرع في عدم علمه ما رح يحميه أبدا، يعني من باب أنه هي حرية شخصية قد ينتقد المذاهب الأخرى أو الأديان الأخرى ممكن يثير الفتنة أو الطائفية أو القبلية عندنا صحيح. وهذا يعاقب عليه القانون، خاصة هذا القانون الجديد اللي هو الجرائم الإلكترونية ومثيري الفتن صحيح؟ صحيح، لأن بالتأكيد اليوم ممكن الشخص هو يرتكب جريمة ما تخص بس شخص آخر غيره، ممكن أنها تمس أمن بلد بالكامل من خلال طبعا لسبب هذا دائما الأمور اللي تخص القبلية والطائفية هي تندرج ضمن قضايا الأمن الداخلي. فاليوم أيضا صار في قانون أكثر تطور وأكثر شمولية أنه هو يشملها، اللي هو صدر القانون بمرسوم الوحدة الوطنية
مرسوم اللي صدر في قانون الوحدة الوطنية أيضا شدد من العقوبة وقلضها فيما يخص ازدراء الأديان، المذاهب الأخرى وغيرها، أو حتى إثارة الإشاعات، لأن اليوم ممكن حتى الشخص لما ينقل معلومة وهو مو متأكد منها أيضا هذه هني تشكل جريمة، سواء هو كان كاتبها بنفسه أو هو كان مرتوت لها. صحيح. أو إنه مثلا من خلال الواتساب أو غيره، يعني مع الأول ممكن أو المدونات. بالفعل من الأول كان أستاذة أنه يعجبك كلام الآخرين قد يكون ضد الدولة أو ضد القيادة، وممكن يكون مثير للفتن أو حتى مثير للطائفية، فيقولنا أنا سويت لي رتويت بس أنا مني كاتبة. القانون الجديد يشارك الجريمة والفعل، صحيح؟ صحيح. تفاصيل أخذ أني أخذ تفاصيل شلون يشارك الجريمة؟ يشارك الجريمة بأنه هو ساعد في انتشارها، لأنه هو مع الرتويت اللي قاعد يسويه قاعد يعزز من انتشار الأمر هذا، فهو هني ياخذ عقوبة الفاعل الأصلي اللي هو كاتب التغريدة. صحيح. سواء هو سب أو هو تعرض لأديان أو لمذاهب. وشفنا كثير من المغردين تم حبسهم أو إصدار حكم عليهم. صحيح. بسنتين وبخمس سنين بعد. صح. طيب أستاذة، شنو حدود الحرية الإلكترونية اللي يكون في محيطها مستخدم هذه الأدوات التكنولوجية والسوشيال ميديا في مأمن أنه يكون تحت جريمة أو معرض إلى أنه يكون تحت طائرة القانون؟ أنا تذكرت سؤالك قبل شوي، قلتي شنو إحنا بعد نحتاج، فودي بس أعقب عليه. إحنا في شغلة أنا كنت أتمنى وقت اللي لما صار في تشريع للقوانين الجرائم الإلكترونية، إنه يكون عندنا إدارة خبرة خاصة في الجرائم الإلكترونية، لأن اليوم لازم أنا عشان أوقف على الفعل المادي أحتاج خبرة خاصة، مثل ما أنا عندي خبير محاسبي تابع لإدارة الخبرة، يكون عندي إدارة خاصة في برمجيات الكمبيوتر وغيرها، لأن اليوم بعض الجرائم هي لما تتب لازم يكون عشان أوقف على الفعل المادي لازم أكون عندي خبير هو يعرف شلون يتعامل مع شبكة الإنترنت. صحيح. اللي تم من خلالها سواء الجريمة، سواء كان هو الشخص فاعل أو هو كان مجني عليه أنه متلقي لأمر ما. نرجع حق سوري سؤالك. سؤالي كنا نقول راح أقول ليش الحلقة أكيد لأن تصرفت على نقاط أخرى. أحب أرجع مرة ثانية وأتكلم عن البعض مثلا يقول والله أنا ما أعرف بتكون عقوبتي. أيه. إن في عندنا مغردين أخذوا بسنة وسنتين إنهم أعادوا التغريد اللي هو عبر تويتر. طيب متى يكون تحت طائرة القانون؟ لما يتعدى حدود إنه يستخدم الجهاز الإلكتروني أو الوسيلة الاتصال الإلكترونية مثل كان تويتر أو الفيسبوك أو حتى الأنستا، إنه يكون معرض للحدود مالته، إنه ما يكون تحت الجريمة أو ما يكون دخل في نظام إنه هو تحت الجريمة. طبعاً هو أول شيء لازم الشخص، كل شخص يكون هو مطلع يعني على القانون الجديد كنوع من الثقافة، يحاول أنه هو يطلع عليه. وما قصروا وإخوان المباحث الإلكترونية أيضاً حاطين حساب سهلوا عليهم، واليوم شبكة الإنترنت كل شيء موجود، لأن اليوم هذه وسيلة جداً حساسة وجداً خطرة، لأن ممكن تشمل أي حد، ممكن أن حدث يدخل حتى في الموضوع. ليش؟ لأن التلفون اليوم بيد الصغار، المراهق، الطفل، الكبير وغيره. فهني طالما أن كانت الوسيلة اليوم ما حد فينا يمشي أو يقعد خمس دقائق انتظار إلا وهو قاعد يستخدم موبايل. صحيح. على الأقل فيكون هو عارف شنو يعني جريمة إلكترونية. أي فعل مخالف حق القانون يتم عن طريق شبكة المعلومات هذه هني تعتبر أن هي جريمة، طالما أنت تعديت على حدود غيرك بأي كان الوسيلة، سواء هي كانت سب، هي كانت قذف، هي كانت بث إشاعة، ممكن إن هي تحط من قدر الغير، هي كانت إساءة للمذاهب، هي كانت إساءة للأديان، هي كانت نشر معلومات غير صحيحة عن أشخاص أو عن سواء أشخاص عاديين أو معنويين أو غيرها، أو حتى الأمور الخاصة في أمن الدولة نفس ما ذكرت لك مثل إشاعة الأخبار الغير صحيحة. صحيح. يمكن شفنا عرفنا برمضان دكتور أستاذة، إحنا كان عندنا بعد حادث مسجد الإمام الصادق الكثير من الناس بدأت تفتي بمناء الصح اجتماعيا، حصل كذا وحصل كذا، والبعض صار يعطي شائعات وهناك أماكن توجد فيها الناس متطرفة، فالكل صار يعني يثير شائعات، واحنا كانت الدوله يعني كانت تحت يعني مثل ما يقول يعني يعني على بركان من انه خلاص لابد ان احنا نقمت هذه الطائفيه، يكون عندنا اكثر ناس متفتحين عقلانيين. فهذه الحاله اللي ينشر اخبار خاطئه شائعات تثير الرعب او تزعزع الامن، شنو راح يكون عقوبه يعني عقوبته ما نصح في القانون وبصوره واضحه وجليه انه راح تواجه كذا وكذا؟
هو للأسف أن البعض يعتقد أن الأمر جدا عادي. صحيح، أنه كلام كتبته. إيه يعني أنت اليوم لا تسوي كوبي حق مثلا معلومة وصلتك أنت من الأساس مو متأكد منها. صحيح. فتروح تنشرها سواء في التويتر أو أي وسيلة كانت، أو تنشرها أو خدمات إخبارية، أو تنشرها في الواتساب للغير، لأن هذه أنت لما تروج حق الإشاعات وتساعد في نشرها، شنو يعني إشاعة؟ يعني معناته خبر مو موثوق. صحيح. اليوم في ظروف أمنية مثل هذه علينا كلنا إحنا مسؤولية. صحيح. مثل ما إحنا نطالب بأن الداخلية وغيرها أن يقومون بواجبهم، أيضا إحنا كمواطنين علينا واجب أن أقل ما فيها، أقل شيء أن إحنا نسوي في ظروف مثل هذه أن إحنا نحد من انتشار الإشاعات وما نساعد في ترويجها. عقوبتها توصل 7 سنوات. يعني ضمن يعني 7 سنوات من عمرك إذا أنت سويت روحك شاطر. أيه. وفتيت وأنا جبت الخبر. البعض يعني تعرفين أستاذة شو يسوي؟ إنه يستأنسنا بسرعة لقط الخبر وينشر إن أول واحد. أول ناس عرفت. أيه. الخبر. طبعا هذا شيء غلط، لأن هذه راح تكلفه 7 سنين، وتوصل فيها الغرامة للشخص العادي من 10,000، ما تقل عن 10,000، توصل ل100,000. وإذا كانت جريدة أو مطبوعة أو أيا كانت أو مدونة، ممكن أن هي توصل حق الجرائد الإلكترونية لغاية 200,000 دينار. يعني فالعقوبات هي جدا يعني مشددة في الأمر هذا، لأنه هو فعلا ممكن الإشاعات هذه تروج، يعني تسبب زعزعة، تسبب مشاكل في الأمن، اليهال ممكن يقرون أشياء يخافون. يعني كنا لما نسمع عن موضوع المسجد الإمام الصادق التفجير لما حصل، بعدها نسمع أن في خلية إرهابية في المكان الفلاني متواجدين. صحيح، وانتشرت شائعات كثيرة. في صارت نقطة تفتيش في المكان الفلاني. فطبعا هذه أمور كلها يعني غلط، إحنا نتمنى أن الكل يبتعد عنها. يعني بالفعل. طيب أستاذة، ننتقل شوية إلى شيء أكثر اجتماعي، خاصة المشاهير في عالم التويتر يعانون من بعض السب والقذف، وممكن التقويل على لسانهم أو حتى الهجوم والتنمر أيضا في التكنولوجيا الكتابية، سواء كان في الأنستا أو حتى في تويتر أو بالفيسبوك. العقوبة أو متى يلجأ أولا إذا كان إعلامي أو مشهور أو حتى ذو وجه إعلامي في المجتمع أنه يشتكي على أحد أنه تعرض للسب والقذف أو حتى التنمر، ومتى نعرف أن هذا تم تحت قانون أنه ارتكب جريمة ولابد أنه يشتكي عليه؟ هو شيء مخجل ان احنا نستخدم التطور التكنولوجي حتى الواحد مرات يطلع يعني اشياء للاسف مو سويه في مثل السب والقذف وغيرها. صحيح. يعني فهي من اكثر الجرائم انتشار. طبعا دائما نلاقي لما يصير في سب او قذف او حتى مجرد هو السب او القذف او اني انا اطلع معلومه غير صحيحه انسبها لشخص. اليوم السب اني انا اشتم شخص، يعني مثلا ممكن الشخص هذا انا اشتمه بلفظ بشع. القذف اني انا يعني اقول ان هذا الشخص كانه هو ارتكب فعل مثلا مجرم قانونا. فهني هذا الفرق بين معنى كلمه السب وبين كلمه الشتم. صحيح. السب ممكن انها تكون اي وصف، اما القذف هو اني انا اقول ان هذا الشخص مثلا هو مختلس او هو زاني او. صحيح. هو يعني يكون ارتكب عمل يخالف ويعاقب عليه القانون. دائما احنا هني نقول لهم حقهم ما يضيع، سواء كان الحساب باسم حقيقي او باسم أو مستعار. وهمي مستعار. كابتشر التغريده المسيئه. انا طول كابتشر صراحه. الحمد لله انا ما تعرض وايد، بس تعرفين لما اشوف الاخرين واحس انه يعني هذا جهل وحقد اجتماعي. انت فيك دفين على سواء ناس كانت مشهوره او تطلع بالتلفزيون او تطلع كوجه اعلامي في المجتمع، مو من حقك ان انت قاعد في بيتكم يعني مقمود تسب الناس. وفي معلومه يمكن هم في بعض الناس مو عارفينها، اليوم هو طبعا كل في اي جريمه الكترونيه فيها سب وقذف لازم يتم فيها معاقبه الشخص جزائيا. صحيح. بسبب سبه او قذفه، طبعا هذه تندرج ضمن الجنح، يعني ممكن توصل عقوبتها بالحبس لغايه 3 سنوات، وبعدها المجني عليه لحق انه هو يطالب في تعويض مادي ومعنوي. طبعا هني شنو يعني تعويض مادي ومعنوي؟ التعويض المادي ممكن يكون هذا الشخص المجني عليه اضطر انه يحط محامي. صحيح. اضطر انه هو ممكن يكون خسر من راس ماله شركته او الشائعه ممكن او الكلام اثر على مبيعاته، اثر على تواجده، اثر حتى على اذا كان في دائره انتخابيه او شيء. صحيح. فاي خسائر ماديه المجني عليها يخسرها بسبب الفعل اللي ارتكبه المتهم او اللي انحكم ضده في سب او قذف، بعدها راح يطالب في التعويض المادي اللي هي بناء على اذا كانت في اي خساره ماديه خسرها. والتعويض المعنوي
هذا الشيء اللي هم ما يعرفونه، التعويض المعنوي كل ما هو مرتبط في الشخص نفسه، يعني الشخص هذا كل ما زادت أهميته في المجتمع، كل ما زاد الناس أنه يعرفونه معناته بيقرونها عدد أكبر. صحيح. معناته أن الموضوع بينتشر بشكل أكثر. صحيح. يعني اليوم لما أنا أوجه شتم مثلا أو سب حق وزير الكويت كلها بتقرأ، لكن لما أوجهه بين شخص ما حد يعرفه إلا يعني في حدود مثلا أصدقاء أو معارفة أو في مجاله، هني الدائرة صارت أصغر. فطبعا كل ما على شخص شأن الشخص أو أنه زادت شهرته، التعويض المعنوي يزيد. حلو، طيب استاذة ننتقل شوي، يعني لا من فلوسه ولا من حريته. لا هو شوي ذكرنا انه اذا كان جريدة او راس مال راح يكون راس مالها يعني مستحيل راح يكون 200,000 وهي جريدة الكترونية. صح. واذا كان شخص يعني بفلسة بفلسة. صح. طيب انتقل شوي نقطة اكثر اهمية، اثارة الفتن في المجتمع. احنا حاليا نحافظ او نحاول كلنا نتكاتف، يعني قد تكون البادرات النافعة، التفجيرات مؤخرا صارت عندنا، لكن الشعب الكويتي تكاتف وتآلف حتى أنه يبغض الكراهية. في حالة انتشار بغضاء تجاه المذهب الآخر أو الديانة الأخرى، ماذا يقع على اللي منتشر من خلاله الشائعة إذا كانت دينية طائفية قبلية، سواء كان على تويتر أو وسائل الاتصال الأخرى؟ البعض يستهين في الموضوع، يعتقد أنه هي سب أو شتم عادي. صحيح. لكن هي من قضايا أمن الدولة الداخلي، واللي الحين نزل فيها قانون بمرسوم خاص بالوحدة الوطنية، ونفس ما ذكرت لش توصل العقوبة فيها لغاية 7 سنوات. صحيح. فطبعا هو بالإضافة حق أنه هو المعاير في المذاهب وشتم المذاهب وغيرها، هذه أساسا أمر غير أخلاقي. بالفعل. ولا الدين حث عليه ولا هو عمل وطني بالأساس. صحيح. خاصة أن البلد قاعدة تمر في ظروف إحنا أحوج وقت فيه أن إحنا نكون متكاتفين. صحيح. يعني الأشياء هذه يفترض أن إحنا نعلمها حتى حق عيالنا، مو بس إحنا نبي هذا الفعل هم يسوونه لأنه هو يخاف من العقوبة. هي صحيح أن العقوبة هي جدا شديدة، لكن إحنا نبيها تكون نابعة منهم حب لوطنهم، عشان نوع من الاستقرار اللي تتطلب الظروف اليوم، الظروف المنطقة كلها على صفيح ساخن يعني. صحيح. فإحنا اليوم شلون إحنا نواجه عدو؟ دائما احنا نقول ان الارهاب هو مثل كان عندك عدو نايم خامل، انت ما تدرين اي وقت صحي وتغذينه ايضا. صحيح. فاحنا نغذيه بطائفيتنا. بالفعل. فاحنا هذا الشيء اللي طبعا احنا ما نبيه، بالاضافه ان ايضا عقوبتها توصل لغايه 7 سنوات، يعني هو ارتكب جريمه من جرائم امن الدوله يعني. بالفعل. استاذه ابرار، كلمه اخيره تحبي توجهين لكل من يتابعنا في هذا الموضوع وبصفه عامه؟ أنا والله ودي أن الكل يحاول يعي خطورة الجرائم اللي ممكن هم يرتكبونها من خلال 140 حرف ممكن هم يكتبونها. صحيح. أو من خلال بوست هم يكتبونها. يعني اليوم خاصة خلينا نقول الناس اللي معروفين، أو إن لأن البعض الشباب يقتدون أيضا فيهم. بالفعل. فإحنا نبيها أول شيء من الكبار اللي هم سواء كانوا كتاب، كانوا إعلاميين، كانوا صحفيين، أو ناس اللي هم لهم ناس ممكن هي تعجب في طرحهم وفي فكرهم، إن هم يساعدون في نشر الوحدة الوطنية أولا. ثاني شيء إحنا نتمنى إن من كل أسرة إن على الأقل خوف على عيالكم، أنتم ما تبون يكون عندكم أحد من عيالكم يصدر عليه حكم. صحيح. والحكومات الأحكام هذه عفوا جدا أنها مقلضة، توصل لغاية 7 سنوات وتوصل. صحيح. لغرامات مادية جدا كبيرة، والواحد بالنهاية ما يبي أيضا هو سجله يكون هو مرتكب في نوع من الجريمة. لازم الواحد بعد يطلع ويتثقف شوية من الناحية القانونية على الأمور هذه. واليوم زملائنا المحامين مو مقصرين، في كل مكان قاعد يحاولون أيضا أنهم ينشرون، يوعون الناس اجتماعيا. يوعون الناس. صحيح. اجتماعيا. الوسيلة هذه جدا خطرة، لا ترتكب جريمة أو تخلي عيالك يصيرون مجرمين بسبب كبسة زر صغيرة يعني. صحيح. سادة أبرار صالح، كل الشكر لحضورك معنا اليوم، شرفتينا ونورتينا. الشكر لكم، يعطيكم العافية. نتواصل معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل.